شهد معبر رفح اليوم تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثالث على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 110 شاحنة متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لحركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من منفذ رفح إلى كرم أبو سالم وعودتها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. الجديد لدينا الآن هو أن عدد الشاحنات بالفعل التي دخلت المعبر واتجهت إلى كرم أبو سالم، هذه الشاحنات بالفعل قامت بتفريغ حمولتها بالكامل ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. اليوم نتحدث عن عدد هو الأكبر منذ شهر تقريبا، نتحدث عن عبور 99 شاحنة من المساعدات الغذائية والإنسانية والدوائية والطبية، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من الشاحنات التي تحمل مستلزمات خاصة بالخيام والمستشفيات، سواء كانت من يعني الكراسي المتحركة وغيرها من المستلزمات. نتحدث أيضا عن عبور 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات، 7 من هذه الشاحنات للسولار و4 من الغاز الطبيعي، ليصبح العدد الإجمالي اليوم يعني حوالي 110 شاحنة، وهو العدد الأكبر منذ شهر تقريبا يعبر من منفذ رفح إلى كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن نشير أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت يعني تقوم بالإجراءات التعسفية والتعنت في دخول المساعدات، وهذا ما لاحظناه من عودة بعض الشاحنات المصرية التي كانت تحمل لعب أطفال أو كانت حتى تحمل طحين أو دقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.